بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة فرخة أمهات كبيرة محشية بالمرتة، ومعاها محشي ورق عنب، ومحشي مشكل في بتنجان على كوسة. يلا بينا، جيب بصلتين كبار ونحطهم في طاسة، معلقتين زبدة على زيت، بعدين ننزل عليهم بصلصة الطماطم، عصير الطماطم اللي احنا عاملينه، بعدين ننزل البهارات بتاعتنا عبارة عن كمون، فلفل، بابريكا، كزبرة، بهارات، السبع بهارات، كزبرة ناشفة، وطبعا الملح بتاعنا. بعد كده اكون مجهزة البقدونس بتاعي وغسلاه كويس، والرز بتاعنا وغسلينه، وطبعا الرز ده تبع كل واحد وعدد افراد عيلته. هنخلط الرز مع الخلطة اللي احنا عملناها، خلطة المحشي، وهنحط معلقة دبس الرمان. دبس الرمان بيدي لها مزازة وطعم جميل، ومعاهم معلقتين زيت بيدوا لمعة كده للمحشي جميلة. طبعا هنخلص معاهم طبعا معلقة نعناع. هنخلص ورق العنب، وبعدين نعمل له الشوربة، عملناها شوربة ومعاها صلصة وليمون مقطع بنحطه، بيدي طعم مزازة وطعم جميل لورق العنب. نبدأ بعد كده نعمل سبع فصلات مفرومين، وهنبدأ نعمل الفرخة بتاعتنا اللي هنحشيها مرتة، وعليهم فلفل وكمون وملح. بنديهم تقليبة كده على النار، وبعدين معهم كمون طبعا زي ما قلنا، وبعدين نجيب خيط وإبرة وزبيب اهو. الخلطة دي بتبقى جميلة جدا لما تحطيها للفراخ. هنبدأ نحشي الفرخة بتاعتنا، لان انت عارفين ان الفرخة الامهات دي بتحتاج لسوية اكبر، فما بتدي لها مرتة بيبقى السوية من جوه وسوية من بره، بيخليها على طول تستوى ويدي لها طعم جميل، والفص بتاعها يبقى طعمه حلو وشارب من المرتة بتاعتها. تدعكي المرتة بتاعتها من بره ومن جوه الجزء المتبقي، وبعدين نخيطها زي ما احنا شايفين، مبسيبش حتة فيها. ممكن تدخلي كمان من جوه الجلد بتاع الفرخة عشان تديكي فرخة طعمها حلو وشاربة من المرتة بتاعتك اللي انت بتعمليها. زي ما احنا شايفين هنخلص خياطة الفرخة. ممكن تعمليها في كيس حراري، وممكن تعمليها في شوربة. انا حبيت اعملها بشوربة عشان هناخد الشوربة بتاعتها زي ما احنا عارفين، وهنعمل بيها المحشي بتاعنا. كل ما يكون الشوربة المحشي بتاعك معمول بشوربة، سواء شوربة بط او شوربة زيديا بمرتة، تديله طعم جميل جدا، ويديكي طعم المرتة والحاجات دي بتبقى جوه المحشي. هنجيب مستكة وحبهان وورق لورا، ونحط معاهم الفرخة بتاعتنا، نشوحها فيهم، وبعدين ننزل بالمية بتاعتنا السخنة عليها، ونغطي عليها لغاية ما تستوى.
بعد ما تخلص سوا بحطها في قلب الشواية. وده شكلها تحت الشواية بتاعتنا، وده شكلها لما خرجت من الشواية. وعملنا طبعا المحشي اللي انتوا عارفينه، المشكل، كوسة وبتنجان مع ورق العنب. هيديك اطباق جميلة ومحشي مشكل في منتهى الجمال. شايفين اللمعة بتاعته والطعم الجميل. بتمنى الفيديو يعجبكم. شايفين هنفتح الوقت على الفرخة شكلها جميل ازاي ومتحمرة، وهنخرج المرتة بتاعتها. هتحب تاكل المرتة بتاعتها قبل الفرخة. طعمها طبعا جميل جدا، معمولة بالزبيب زي ما قلنا، والبصل والفلفل والكمون والسبع بهارات زي ما احنا شايفين اهي. الفرخة بتاعتنا كانت جميلة جدا. بتمنى الفيديو يعجبكم. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. احبكم كلكم واتمنى لكم كل خير. امين يا رب العالمين، يا رب كله يحقق كل اللي نفسه فيه. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بتشاهدوني من اي مكان في مصر او من خارج مصر. بشكركم كلكم، بشكر كل اللي بيدخل عندي كمان من خارج مصر زي تونس والجزائر والمغرب والبحرين واندونيسيا. بتمنى لهم كل خير، يا رب كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه. والى اللقاء في فيديو جديد من نوعات دود ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.